بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 13 رمضان 1438 للهجرة الموافق 8 يونيو 2017 ميلادي تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، نذكر منها مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 145/66 بتاريخ 21 يوليو 1966 المنشئ لمدونة الجمارك. مشروع مرسوم يقضي بتأجيل استفتاء 15 يوليو 2017 واستدعاء هيئة الناخبين يوم 5 قشت 2017. بيان متعلق بالمصادقة على الخطة الوطنية للتنمية الحيوانية من 2018 إلى 2025، وسيتدخل كل من الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وزير الداخلية واللامركزية، وزيرة البيطرة على التوالي. فليتفضل الوزير المنتدب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان لي شرف اليوم كما تقدم تفضل به معالي الوزير أن قدمنا مشروع قانون لتحيين وعصرنة مدونة الجمارك. ما خافي عليكم أهمية عمل الجمارك بالنسبة للدورة الاقتصادية وتنشيطها وتنشيط المعاملات التجارية مع باقي العالم. وهذه المدونة اللي كانت عندنا معمول به هي تقادمت لأنها من سنة 1966، وكانت في الحقيقة أصلا استنساخ لقانون الاستعماري اللي من سنة 2030 كان سائد في غرب إفريقيا، وكانت عند الضرورة القصوى تنفذ تعديلات دائما في قوانين المالية اللي تصدر سنويا، ولكن ما قط خلقت مراجعة جوهرية المدونة الجمارك. والجمارك عندنا الحمد لله في السنوات الأخيرة عرفت نقلة نوعية وتطورت ياسم التطور الحمد لله على جميع الأصعدة، وخاصة في مجال الإجراءات الجمركية والنظام المعلوماتي اللي يعملوا به، حتى أن جماركنا اليوم صبحت هي الرائدة في المعلوماتية الجمركية في القارة الإفريقية، وصبحوا اليوم الحمد لله خبراتها تستعان بهم منظمة التجارة الدولية، لأن في جميع الدول لتثبيت هذه المنظومة اللي قال للسيدونية المعروفة لديكم. وإذا تنعطي مثال نقول أن في سنة 2010 كانت المحاصيل الجمركية سنويا ما تجاوز 70 مليار، وذي السنة الماضية 2016